عملت ايه يا علوان؟ مش عتمان طلع كذاب. طب وايه اللي جد عليك ولا علي؟ المهم عرفت ازاي؟ ماني رحت المحكمة الشرعية وشفت الأوراق المسجلة اللي تخص أراضي أبوي. يا واد يا واد، ولقيت ايه بقى؟ لقيت إن المرحوم أبويا ما كتبش أي تهم بيعات لا العتمان ولا لغيره. طب ماني عارفة ومتأكدة إنه كذاب. يعني أنا اللي مش عارف؟ أنا بس مش عايزة أقوم مشاكل بيني وبينه. قلت برضه أخويا الكبير ومسيره في يوم من الأيام يعقل ويديني حق. إنما توصل للإهانة وقلة القيمة. طب وناوي بقى تعمل إيه؟ عايز أفكر كويس قوي وفي المليان قبل ما أعمل أي حاجة. نفكر قوي وفي المليان كمان. طب مش تعرف الأول هتعمل إيه وإزاي؟ كده ما ينفعش يا أبو العيل، الغفر والعساكر مالين كل حتة في البلد. أنا بس كنت عايز حنان تروح تقول له فاطمة تقابلني عند المصرف القديم اللي في آخر البلد. أنا عارف سكة من يمت هناك، لو مشينا فيها ساعة زمن وحدي هنخرج برا البلد. أيوة يا أخوي، هي ساعة زمن واحدة والغفر والعساكر يكون له حقوقه. استنى لبكره يا أبو العيلة أكون وضبت كل حاجة. كفايه لحد كده يا ست راوية، احنا مش عارفين نرد جمالك فين. المأمور يا ست راوية، اطلع استخبى في اوضتي، اطلع طلعي يا حنين، يلا بسرعة. يا اهلا. اتفضل يا حضرة المأمور. والنبي النهاردة عيد. أصلاً لقيتك ما سألتيش فقلت أجنب نفسي. يوه، لو أنت ما تعرفش ده أنا كنت عيانة وجدتي أيضا نار وما كنتش عارفة أرفع راسي من على السرير. بعد الشر عليك يا ست الكل، أجيب دكتور؟ لا خلاص، أنا بقيت كويسة. بس تصدق أن أنا كنت هعدي عليك بكرة. شفتي بقى، تبقى القلوب عند بعضها. إن عند بعضها. بقولك إيه؟ أنت عايشة هنا لوحدك؟ لا مش عايشة لوحدي، معايا البت حنان بس بتنضف فوق. والبت دي بتبات معاكي هنا؟ ليه، في حاجة؟ لا بسأل بس. أيوة بتبات. أصل أنا كنت عامل حسابي يعني إن إحنا نقعد قاعدة كده ونحكي من غير إزعاج. لا البت تشوفنا والبت دي ما تبلش في بقها فوله. طب ما تمشيها. ما ينفعش، بعد ما شافتك انت عايزه تخرج وتلسن عليا، وانت عارف جدتي مش خالصه من البلد واللي فيها. ده اللي يجيب سيرتك في البلد دي انا اقطع لسانه. لا مش للدرجه دي. لا للدرجه دي واكتر، اصل انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. طب اقول لك ايه، ما تخليها لبكره، أكون زوحت البيت ووضبت نفسي وعملت حسابي. بكرة ده بعيد قوي، أنا عامل حساب على النهاردة. ما ينفعش، يعني أنت يرضيك سيرتي بكرة تبقى على كل لسان؟ لا يا ستي ما أرضيش. طب أجيب لك شاي؟ خليها لبكرة بقى. صباح الخير. وأنت من أهل. بكرة يا حضرة المأمور. مشي. يبقى امشي. استنى بس، ده كان بيسأل عليك، بيتقص عنه، بيقول ان في واحد قال انه شافك هنا، بس انا قلت له كلام الناس كتير، عشان كده يا ابو العيله
مش هتعرف تخرج من هنا خالص اليومين دول. مش هخرج من هنا خالص ازاي يعني؟ هتني هني؟ على عليكي؟ يو وده اسمه كلام برضو؟ هو علي وبس. ده انا هجيب لك مشاكل. كل يوم والتاني هتلاقي المأمور نطيت لك هني ومعاه العساكر. وما كانش المأمور هيبقى العمدي والغفر. ليه؟ انا ما ارضلكيش البهدله دي. انت مش وشي كده. امال انا وشي ايه؟ انت وشي كل حاجه حلوه. وش الطيبه والحنيه. وما تكسفنيش يعني ماليش في الكلام الحلو، ما اعرفش اقوله. كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده اللي بيلعب في القلب لاعب، وتقولي ما بعرفش اقوله. يعني حس بيه، حس بيه قوي. صحيح يا ابو العيله بتحس بيه؟ تعرف يا ابو العيله انت كان المفروض تكون حاجه تانية خالص. كان المفروض تبقى راجل بيه عندك ارض وتين وعزوه، وما كانش ليك خالص البهدله اللي انت بتتبهدلها دي. الله، هنعمل ايه؟ كل واحد بياخد نصيبه. العز له ناسه، والبهدله ليها ناسها. طب ما انت ممكن تختار. اختار ايه؟ اختار ازاي يعني؟ انت عايزه ايه يا ستراوي؟ عايزك انت. أني؟ لا ايه؟ لا ايه؟ دي ما يتقلهاش لا ايه؟ يا ابو العيلة خليك وياي، أنا هخليك حاجة تانية خالص. تخليني حاجة تانية؟ يعني مثلا يعني من يوم وليله كده بقدرة قادر هبقى راجل غني ومعايا بيوت واراضي. انا بقول مثلا يعني. ايوه يا ابو العيله، انا هخليك فوق، هخليك تنسى ليالي الفقر، لا ترجع تفتكرها ولا تفكر فيها تاني. بالاذن يا استراوي.